وارد وتشربين بارد تالله ما هذا فعال ديني شلون اشرب واخوي حسين عطشان يا ابو سكنه تنتظر واطفال رضعان وظن قلب الرضيع التبني ران يا ريت الماي بعد لا حلى ومر قال اشرب قبل اخويا الماي يا تشاف الماي يجري بطون وقال اشرب قبل اخويا حسين هيهات وظن طفله يا ويلي من العطش مات ملأ قربته صلوات الله وسلامه عليه وتوجه نحو مخيم الحسين عليه السلام نادى عمر بن سعد ويلكم إن وصل الماء إلى الحسين أفنى جيشكم بأجمعه قال لما الحيل يا أمير قال استعملوا مع العباس الغدر والحيل يا أبو فاضل يا أبو فاضل وصلنا المصرع العباس ها دمعتك حاضرة يا لا لا الظاهر دمعتك بعدي اشوف كم واحد دمعتهم بعدي ما ناس خلنا ننزلها قبل لا ابكي بالمصرع خلنا ننزل دموعكم على العباس زينب عليها السلام من بعيد تقول له يا ابو فاضل هذا الطور سامعين مني غير سامعين مني اقولكم اول بيت بعدين الكل يقروا وياي تعيدوا كلكم وياي بعدين يا ابو فاضل اليتامى كلها تسأل شلون ما بتشيف ليت العباس شلون يا ابو فاضل اليتامى كلها تسأل تسأل يا ابو فاضل عم شو عمنا تعطى الله انكسر قلبك يا لا يا ابو فاضل تحيرني شلون تقبل ابو فاضل دول الاطفال اكلوا قلبي وين عمنا وين عمنا عطاني هسه الكل يعيد وياي يا ابو فاضل هاي الحسينيه اريدها تهتز يا ابو فاضل اليتامى كلها تسال يا ابو فاضل عم شو عمنا تعطل يا ابو فاضل تحيرني شلون تقبل يا ابو فاضل تدري بالطفل المدلل راح اكسر قلبك يا ابو فاضل على الماء شقد توسل قلت لك اكسر قلبك يا ولا ابن الحسين يتوسل على ماي اسفا والله اسفا والله يا ابو فاضل تدري بالطين المقلل يا ابو فاضل على الماي شقد توسل يا ابو فاضل منين اجيك شلون اندل ما اندل لك حتى جي خويا قالهم استعملوا معه الغدر والحيل لان الابيات هم راح لان هاي الابيات اكو بين تكمله العباس يجاوب زينب فاريد الكل بعدين العين تهيئوني يعني بس انا قريتن حتى دمعتك تتهيئ لمصرع العباس كمل له خبيث وراء نخله وكان العباس مارا من عند تلك النخله فضربه على يمينه
رحم الله من نادى وعباسا وسيدا. والله إن قطعتم يميني إني أحامي عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أخذ السيف بشماله كمن له آخر وراء نخل ضربه على شماله. والله تفرح الحسين بهالضجة هاي. اي هذا يريح الحسين يريح الحسين. هذا اخي حسام ظهر ابو فاضل هذا. الله يا ابا الفضل. نغم يا سادة زينب واقفة بباب الخيمة قلت لابو علي العباس خايف عليه. قالها ليش زينب؟ قلت لاخوي الراية طاحت الراية. الراية كانت ترفرف بعد ما اشوف ابا عبد الله شو طاحت. بس لا العباس صار عليه شيء. العباس هم كل القربة يوصل القربة خد تنقطع شفوفه. سلطوا عليه السهام فجاء سهم وفوقع في ذلك المكان. انا قلت لكم كل سنة ما اقول هذا السهم وين وقع. ما اقول صريحا ما اقول. اخاف من الزهراء لان خطبانا شافوا الزهراء وقلت لهم هاي المصيبة عبروها عين العباس تأذيني. هاي العين 36 سنة تحرز زينب لا حد يجي طارية. فأنا احتراما للزهراء سيدتي ما أقول السهم وين وقع. توالت عليه السهام فجاء سهم فأصاب القربة فأرد قماؤها. أيوا عباسا هنا تحير أبا الفاضل تحير أبو الفاضل عليه السلام. اجتمعوا عليه يضربون سيوف والرماح والسهام. زين هو ما يشوف ما يشوف. عين فيها كذا وعين ثانية جمد عليها الدم. السوى أطرق برأسه لكي يحرك السهم فيسقطه. مولانا لما أطرق برأسه ففوجئ بعمود من حديد. أيوا عباسا أيوا سيدا صاح أدركني أخي يا حسين. يا بتعلم من الخيام للعلق محزين يصيح بصوت يا عويدي وقعت وين. يا بوين بعد ما أشوف دربي بعد ما اشوف درب يا ضوى العين. ابن مسلم يقول شفت اقبل كل قوس المنحني. قوس قوس منحني صاير بالحسين. يقول طقطع على شيء واذا هو كف مقطوع قبله الحسين. بعدين كذاني قبل الحسين شال شفوه وخيه وخلاه يمه. شال راس العباس خلاه بحجر العباس. ظن واحد يقطع راسه قال له امهلني حتى ياتيني اخي اودعه ويودعني. قال له يا عباس ما نحسين يمك. خويا واختلط دمعي في دمك. خويا سكنة تسلي الطفل باسمك. تقل له ساعة ويجيب الماي عمك. بعد ايش يقول الحسين؟ قل له خويا عفت سكنة حاج اخوها بالمهد. ابو فاضل قبل لا اجيب مريت على الخيمة شفت سكينة خال عبد الله بكاروكة تهز الكاروكة وتحكي وياه. عباس تدري شو تقول له؟ عفت سكنة حاج اخوها بالمهد. تقول له يا عبد الله لا تبكي بعد. ليش لا تبكي بعد؟ قل له يا عبد الله لا تبكي بعد عمك العباس ما يخلف. عمك العباس ما يخلف وعد هسه ينف بجربته خوب تشوف. وبينما الحسين يكلم العباس
إذ انقطع صوت أبي الفا. نادى الحسين أخي عباس نور عيني عباس ماكو جواب حركه وإذا هو ميت رحم الله من نادى وعباس أيوا سيدا ومظلومة هنا ما حد يبكي لا الكل يباوع لي لا حد يبكي لا حد يبكي الآن الكل يباوع لي. الحسين عليه السلام قام فوقع صلوات الله ثم قام مرة أخرى فوقع. هذا الحكي أعدائي باوعونه من الشمتيني. مرة ثالثة وضع يده على سيفه واتكأ على السيف وإيده الثانية خلاها على خاصرته سلام الله عليه. يا بحط يده على خاصرته وتلوى وصاحب صاد ظهر انكسر. يا بيت يا عباس يا طيب خويا. ورجع الحسين الى المخيم اقترب من زينب قام يمسح دموعه واذا بزاوية تجلت سلام الله عليه. يعني سوروحه يمشي طبيعي الحسين عليه السلام وماسح دموعه ومدنق راسه ويريد يروح الخيمة العباس واذا به يسمع صوت شجتني وحدك يا حسين ابن والدي حام الضحن وين ما جاوب ما جاوب. اتلقيت تبكي سكينة تقل عمي العباس وين ما جاوب ما جاوب. زينب السئلة ما يجاوب سكينة لأن بس يحسي انفجر بالبكاء ما جاوب. سوى ذهب إلى خيمة العباس فأسقط عمود الخيمة يقل له يا زينب روح عباس راح العضيد اللي يربع الراس. هذه هنا زينب توجهت للعلقمي يا ابو فاضل. ها نرجع يا ابو فاضل اليتامى كلها تسأل يا ابو فاضل عم شو عمنا تعطل يا ابو فاضل تحيرني شلون تقبل بعد يا ابو فاضل تدري بالطفل المدلل يا ابو فاضل على الماء يشقد توسل يا ابو فاضل منين اجيك شلون اندل منين اجيك انتوا رايحين الكربلاء ولا زايرين كربلاء. الله يرزقنا زيارتك ابو علي حبيب القلب حسين. رايحين المخيم المخيم وين وقبر العباس وين مسافه طويله شلون تقطعها زينب وخيل ورجال. لا تجيني زينب كتلك ونيني لا تجيني قطع يساري ويمين خنعيدة لا تجيني زينب كتلك ونيني لا تجيني قطع يساري ويمين لا تجيني انت قول هذا ما راح اكملها. والسهام نابت وويله لا تجيني والسهام نابت ابا الفضل من نصص الفضل والابا
أبا الفاضل إلا أن تكون له أبا يا أبا الفضل إلهي وسيدي ومولاي.